you had your car washed, how much? if you had your car washed. دي برضو الحاجة كمان حبيبي. If you had your What's car that? washed. تمام؟ دي الحالة كام؟ How much would How كل much حالة would عندي you pay? هذا هو عندي washed بيبي بي. دي الحالة التالتة. بدنا نستخدم ايه نتقي؟ How much would you have paid? How much would you have it? Thank you so much. Number 13 محمد. If only. If Only she and both said last summer. Yes. If only last had. Had ايه؟ Had spent. برافو. يبقى had spent هي الرايت انسر، لان بس الحاله اللي بتكلم عن الماضي يبقى هتكلم عن الماضي مرتين. التاني. نعم يا محمد. متكرر ليه مرتين؟ نعم. متكرر ليه مرتين؟ مين اللي مكرر؟ هات سبنت. دي هذا حبيبي مش هذا. يلا تقينا مكتوب نمبر هات. 16. نمبر 16 تقي اف. هات سبنت. هات سبنت. نمبر 14 اف هي. اف هي تو ذا بارتي. اف هي تو ذا بارتي. خلي بالي بقى هنا دي الحاله الكام يا تقي لاف؟ دي الثالثة. ركز يا تقي، ركز يا حبيبي. بيقول هنا if he to the party he would have a good time. عندي بعد have في بي بي؟ لا مفيش بي بي. بقى دي الحالة الثانية ولا الثالثة؟ ثانية. دي الثانية. يبقى الحالة دي الجملة دي الحالة الثانية. طيب يبقى استخدم هنا ايه؟ بتبقى if he has come again. Had come again. Came. بس كده. ما دام انا عندي حالات ثانيه يبقى اجيب بس سمبل يا حبيبي وود والمصدر. خلي بالك يعني ممكن واحد يضحك عليه يقول ده وود يا مزه اهي، ده الحاله الثالثه. اقول له يا حبيبي ما دام ما عنديش باست بارتيسيبل يبقى دي الحاله الثانيه، لان احنا قلنا اللي بيميز الحاله الثالثه ان الجمله الاولانيه بيبقى فيها باست بارتيسيبل والجمله الثانيه فيه باست بارتيسيبل. هنا بعد هاف ما فيش فيرب ثاني، يبقى دي الحاله الثانيه لاف. بجيب باست سمبل وود والمصدر. نمبر 15 يا محمد. اوكي. I missed the bus. I left so late. I missed the bus. I left so late. أقول إيه؟ I mustn't have left so late. طيب ده mustn't دي مع rules بس يا يا محمد. مع rules مع قواعد. إنما دي مفيش قاعدة. يبقى أقول إيه؟ I shouldn't have left. بس ازاي ما فيش تمام؟ بتقول ايه؟ بس ازاي ما فيش قاعدة؟ لا قاعدة يعني ايه؟ يعني مثلا قواعد المرور مش مسموح لك تدخن هنا، مش مسموح لك ان انت تركن عربيتك هنا، مش مسموح لك تخرق القانون. دي اسمها قوانين، القوانين بستخدم ماست هاف. اما مع النصايح او بوبخ نفسي بقول ما كانش المفروض اعمل كده، بقول شودن هاف يا حبيبي. اوكي؟ نمبر 16 يا محمد. ايه رقيق؟ نمبر 16. اوكي نمبر 16. I'm so curious. I wish her before. I here before. I asked. Again. I wish I have asked. I wish I have. Had asked. I wish I had asked here before. إن هنا عندي كلمة before زي بالظبط كأني بتكلم عن الباست. دي كأنه باست سيمبل. يبقى I wish I had asked here before. Number 17 يا محمد. If I ill, I would have gone to school. If I ill, I would have gone to school. I حالة كام؟ If I wasn't alive. حالة كام؟ الأول قبل ما تحل، الحالة كام؟ ها؟ الثالثة. ثالثة. يبقى أنا عايزة هنا إيه؟ ها؟ hadn't been. بس كده. ما تحلش قبل ما تعرف الحالة الكام الأول يا محمد. تمام؟ صح. مرتين يا تقي.
They. Okay, number 18. They wouldn't. Married if they. They wouldn't have gone married if they. And if. But how come if they are okay? Would have got. How come, Habibi? الثالثة نمبر 3 يبقى هنا هتختار ايه؟ هختار ايه تقي؟ hadn't met hadn't met thank you so much if the police hadn't come the man تمام دي الحالة كام يا محمد؟ بالحالة الثالثة الثالثة يبقى هستخدم هنا ايه زمان ايه؟ would have skipped excellent تقي نمبر 20 I'm so full if only I'm so full if I only... Oh my god, I'm so full. If only madam. So much. رجيت. وهنا بيعمل ايه؟ رجيت. ها؟ تقي. ايوه. اقول يا حبيبي. ها؟ If only I so much. If only I ايه؟ so much. هو خلاص كان وملى بطنه على الاخر. يبقى if only I ايه؟ If only I hadn't eaten. برافو. Very good. Muhammad, number 21. You could have saved me a lot of trouble if you knew your mobile phone number. جميل. دي الحالة دي الحالة الثالثة. Third conditional. تمام. هستعمل من ايه بعد ايه؟ If you. ها؟ سنس. Had told me your. بس كده. Thank you so much. مثلك ما جاش ود او كود. اه هو عكسها استغفر الله خلاص. حمدي يا محمد ركز عشان خاطر. عكسها استغفر الله. خاطر ركز بزعل والله. نمبر 22 ها تقي. Would she؟ نمبر 22 would she have lent you the money if الحالة كام؟ الحالة الثالثة. الثالثة برضه third ها. If she would know. Again. 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 If she has known. Has known. Again. Had known. احنا قلنا بعد if بجيب هاد والبيبي. في الحالة الثالثة بعد if بجيب هاد والبيبي. ركز. ركز يا حبايبي الموضوع سهل جدا نمبر 23 she would have helped her mother if she time دي الحاله الثالثه هتبقى she if she had time برافو يبقى بعد if الجمله اللي بعد if على طول بجيب had والبيبي thank you so much okay if you had gone if you had you تمام على كام؟ You would have enjoyed it. You eh? Again? Would have enjoyed it. Bravo, you would have enjoyed. Thank you so much. Muhammad, I wish. I wish she at home now. The now you have a best simility, but I wish he was at home now. He was, thank you. Okay, number 26. If only. Mr. Fash has been. Well. No. لا بس برتسول خلاص خلاص. No no no. Number 26 يا تقي. If only. Number 26. Yes. If only I my lessons yesterday. Yesterday. Muhammad listen. If only I had. Bravo. Had studied في الجملة الأولانية طيب I have brought him a present if only I دي جملة ثانية بقى يعني الجملة دي جملة دي جملة حاجة ثانية خالص if only I had studied my lessons yesterday تمام I would have هنا برضو I would have مش في الاختيارات بتاعتي دي جملة يعني دي مش يعني دي حاجة تانية يعني هي الجملة أصلا دي جملة بس هو إيه ما كتبش اختيارات الجملة التانية تمام
طيب number 27 يا محمد. It was. It was my friend's birthday yesterday. Yes. I have brought him a present. آه. حط دي فوق ودي تحت خلاص. يبقى أقول إيه؟ هنا it was my friend's birthday yesterday هتبقى بس I have brought him a present. هتبقى I could have brought him a present. Again. A must. Again. Should. احنا قلنا امبارح كان عيد ميلاد صاحبي المفروض كنت اشتريت له هدية. I should have brought him a present. Should have brought him a present. كان المفروض اشتري له وانا ما اشتريتش. تمام كده؟ يبقى انا ما اشتريتش اصلا فعشان كده بقول لك ايه I should have. هو بتندم ولا بتندمش ولا ايه؟ اه بندم. انا غلطت. كان المفروض اشتري له هدية. وانا كده ايه غلطان. انا غلطت في حاجة. تمام كده؟ هناخد اخر 3 sentences دول في التشوز وبعد كده نكمل الكلاس الجاي ايه فور لايف. يلا تقي نمبر 28. My friend. 28. I'm sorry, my radio. My radio broke down. Broke down معناها عطل. My radio broke down. I have misused it. Number one. I misused it. Misused يعني أسأت استخدامه. كلمة use يستخدم و misuse يعني سوء استخدام. زي understand يفهم و misunderstand يعني يسيء الفهم. Okay؟ حاولي نية تقي. My radio broke down. Should have missed. Bravo. I should have missed. لا مش I should have. أنا أكيد أنا أكيد استأت استخدامه. مش هقول should have. ها هقول إيه؟ mustn't. هقول I must have misused it. أكيد أنا استخدمته غلط. أكيد أنا عملت حاجة غلط. If he هو انا هو انا عايز meaning مش عاوز grammar بقى هو عايزك تفهم المينينج بتاع الجمله يبقى انا الراديو عطل عطل ليه؟ لان انا اكيد انا عملت حاجه غلط مش كان يعني if he غلط واضح الفرق في المعنى؟ واضح if he will he wouldn't join the team على كام؟ دي الحاله الثانيه ثانيه second conditional ثانيه اه If he didn't play well. آخر جملة تقي. If only. If only. The house last week. If only leave the house last week. تمام. If only she had cleaned. Bravo. Had cleaned. Thank you so much. نقف عند الجزء ده. نبدأ في الفوكابلري. الجزء واجب. هناخد هديكوا الهوم ورك بعد ما اخلص. نبدا في الفوكابلري. عندي اول حاجه انا بتكلم عن الانجر. انجر اللي هو الغضب. عندي كلمه جايز. جايز يعني شباب. ازاي 14؟ اه 14. انت وصلنا اه ده لسه احنا بادئين النهارده. عندي جايز الشباب. مش كل حصه بنخلص فين انت ولا هتعمل ايه محمد؟ لا بيقول لي هنا قلنا جايز هانسوم. هانسوم يعني جميل او وسيم. athletic يعني شخص رياضي. idiot احمق او غبي. compassion العاطفه. occasionally يعني اسمه someone who is funny. اه يعني لا هي المفروض idiot ده يعني احمق شخص احمق او غبي سوري يعني في الكلمه. compassion العاطفه. occasionally يعني احيانا. classmates اللي هم زملاء الفصل. زملاء الدراسه. زملائك في الفصل او اصحابك يعني. go on يستمر. take a shot يعني 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 take a shot لها معنيين ممكن يقول take a shot ان هو يصور حاجه بالكاميرا او take a shot ان هو يشوط الكوره. اوكي عندي كلمه opportunity فرصه. ignore يعني يتجاهل. realize يدرك. a bit قليل من. ابدا يا محمد ريد. guys handsome I think. لا لا guys حرف الدي ما بنطقهوش. handsome yes athletic adult idiot idiot yes compassion yes occasionally yes classmate وان تيك شوت opportunity براحة براحة قول صح opportunity
for unity. عندي كلمة unity، كلمة unity الوحيدة just a second. كلمة unity معناها الوحدة. الوحدة مش إن قاعدة لوحدي، لا الوحدة معناها تضامن، يعني كنا مثلا كنا متفقين مع بعض أو إحنا متوحدين مع بعض، عاملين عاملين قوة يعني. فكلمة unity معناها الوحدة. كلمة unit الوحدة معناها يعنيها الوحدة الثالثة، يبقى unit 1 unit 2 تمام. يبقى opportunity يعني فرصة. اوكي next. ignore, realize, thank you, next. عندي بعد كده بيقول cross معناها غاضب، سو كلمة angry. hot headed يعني شخص عصبي او شخص بيتعصب بسهولة. lose temper معناها يفقد او يغضب برضو بسرعه او يفقد مزاجه بسرعه. tantrum ده برضو شخص بيغضب بسرعه او بيظهر عليه الغضب لفتره طويله، شخص عصبي او غضبان على طول. bit one's head off برضو معناها كل ده، ده كل الاكسبريشن دي بتعبر عن الغضب. يعني بدل ما اقول I'm angry ممكن اقول I'm cross, I'm hot headed, I lose my temper, I have tantrum, a bit of bite my head off. انا قاعده اعض في دماغي، مش عارفه اعض في دماغي يعني انا عصبيه، يعني زي ما احنا بنقول بالعربي بيخانق دبان وشه، هما بقى هناك بيعضوا في دماغهم. يبقى bit my head off. cool في cool هنا معناها شخص هادي ما بيتعصبش يعني. furious عندي معناها غضبان او غاضب جدا. عندي كان في فيلم اسمه Fast and Furious، Furious معناها غاضب جدا. calm اللي هنا silent، calm يعني هادي او شخص ما بيتعصبش يعني. اوكي read again. cross hot headed, lost temper, tantrum, bit one head off, cool, furious, calm. تمام thank you. اخر حاجه عندي هنا البريبوزيشنز، بيقول هنا run into او bump into او come across، ثلاثه نفس المعنى، يقابل بالصدفه. get into اقول لك get into the car، ادخل او يصل. get I'm sorry get in the car، get in بس معناه يدخل العربيه او يركب العربيه او يركب التاكسي. اما get into يدخل مكان او يصل لمكان. get control of يتحكم في حاجه. pay for اقول لك I pay for the dress، انا دفعت ثمن الفستان. go off بيردنا على شخص، او go off معناها ينفجر. queue up يقف في طابور. go off ينفجر، بتقول ايه يا محمد؟ انا go off ينفجر. go off يعني يرن التليفون او ينفجر. اقول لك the bomb gun went off، القنبله انفجرت. pew like this. عندي بعد كده queue up، كيو معناها طابور، كيو اب يعني يقف في طابور. درايف اواي كلمه درايف معناها يسوق عربيه، درايف اواي يعني يبعد او يسوق العربيه بعيد. اخر حاجه اون تي في يعني على التلفزيون او على التلفزيون. اوكي اقف عند الجزء ده ان شاء الله. الكلاس الجاي هيبقى فيه ان شاء الله اف ار لايف، هيبقى فيه كده كويز